السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعمل دلوقتي يا جماعة الغرزة اللي هي الضفيرة اهي، الغرزة دي من ورا اهو، هوريكم أنا بشتغل فيها ازاي. أدي بفوت واحدة طالع من هنا اهي، بفوت دي وبخش في اللي بعديها دي الفاضية دي اهي، زي ما انتم شايفين كده. واروح جاي في ارجع تاني بقى على الغرزه اللي قبلها اللي انا فوتها اهي، طالع اهو، واخلي الفتله الخيط ديت اهي من ورا الابره اهي، واطلع. بصوا بقى جاي فين اهي، بتعمل الشكل ده. زي ما انتم شايفين اهو، اوريها لكم تاني اهي، بفوت واحده بطلع بالخيط اهو من الغرزه الاولانيه، يعني اعتبر دي الاولانيه اهي. انا طلعت بالخيط اهو منها بالابره، بسيب اللي بعديها واروح داخل في اللي بعدها خالص الفاضيه اهي، وارد الابره تاني في اللي قبليها اللي هي كانت مليانه اللي انا ايه فوتها اهي، طالع اهو، وبخلي الخيط بتاعي من وراها، من ورا الابره مش من قدامها كده، لا من وراها كده اهو، عشان تبان الضفيره بتاعتنا اهي، وتطلع ايه الغرزه منتظمه في الخلفيه بتاعتها من ورا اهي. ديت انا هخلص ان شاء الله الغرز ديت، الكام غرزه دول، وارجع لكم تاني.